كيتباع النتائج واش ما كيتباعش واش كذا ولا راه غير راه تما وصافي فعاليه عنصر ومن بعد النجاح هذا هل له مصداقيه ام ليست له كيمكن لنا كذلك وكيمكن لنا نزيدو هنايا المعايير اللي بغينا. انا عندي فكره اني نحب نعمل فيدالي فيدراسيون تاع ليزوسيسيون اللي خدموا عندي كومبيتونس اكزومبل كيفاش انا باش نوصل نقيم انه ليزوسيسيون اكس علاقتها بالموضوع جيده وليزوسيسيون اي علاقتها جيده. اشار في الاول انا من عضو مؤسس للفضاء الجمعوي وفي مرحله قريبه جدا الحكمه كذا كذا وحطينا اللوائح ديال الجمعيات اللي كتشتغل في هذا المجال واللي بطبيعه الحال عندها مصداقيه وعندها صدى وعندها كذا. اليوم الرابع الأكاديمية المدنية للحكيمة والديمقراطية، في اليوم الرابع عملنا ورشة تدريبية حول عملية التشبيك، كيف ستتم عملية التشبيك بين هالبلدان، يعني ما راح نكون نتلاقى وبنروح هكا هو، الحاجة الباهية اللي أنا عجبتني في الفورماسيون هذه أنه فما حكينا على التجربة المغربية اللي هي تجربة رائدة تعتبر في المجتمع المدني، أنه أعطى أمثلة حول التشبيك ليس التنظير فقط، وشكرا. وتنجيو قدامها وكنقولوا واش نعم ولا لا، نعم ولا لا، نعم ولا لا. وفي المخر كنشوفوا شحال كاين ديال نعم وشحال كاين ديال رجل عمر من موريتانيا. اليوم تناولنا موضوع التشبيك وما أدراك ما موضوع التشبيك، وتناولنا هذا الموضوع في سياقات مختلفة واشتغلنا خلال العرض والمداخلات على التجربة المغربية في هذا المجال، وتشاركنا مع الزملاء سواء من المغرب أو من الدول العربية المشاركة النماذج والتجارب التي خاضوها في هذا المفهوم أساسا، وخرجنا بخلاصة تقول أنه التشبيك يصلح لكل القضايا المشتركة، كل المشتركات التي قد تكون مشترك بين فاعلين في المجتمع المدني، هذه المشتركات قد تكون في المجال السياسي، قد تكون في المجال الحقوقي، في المجال العدلي، في المجال البيئي، في كل المجالات، وأن التشبيك أنجع السبل والآليات لبلوغ أهداف بشكل تكتيكي وبشكل استراتيجي وبشكل مدروس سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد. وخرجنا بمجموعة من الأفكار المهمة والخلاصات التي نتوقع أن نستفيد منها في بلداننا الأم. من جانب التنظيم الحكا قال لك أنا ما نقدرش نمشي للواقع طالما ما عندي واحد، يبدأ العمل بعد الوعي. معكم سليمة بوعلاق من جمعية المستقبل للتنمية من الجزائر. في الحقيقة اليوم الثالث من التكوين كنا تناولنا التشبيك، التشبيك عرفنا ما هو التشبيك، أنواع التشبيك، كيف يمكننا تشكيل شبكة فعالة، وفي الأخير كان نقاشنا حول أهم المعيقات التي تعيق إنشاء شبكة وتعيق فعالية شبكة. فكانت عندنا خطة بمعنى أننا كلنا آمنا بالاتحاد ودخلنا طوعا وعندنا عناصر فاعلة، كانت ما كانش فيه مشكلة بالتبع. مادلين من مصر، النهاردة كان يوم مثمر جدا وقدرنا نتعرف على القصد من التشبيك وأنواع التشبيك وخصائص التشبيك والمراحل اللي بتمر بها عملية التشبيك. أكتر حاجة شدتنا النهاردة إن إحنا إزاي نكون شبكة، ومن هي العناصر الأساسية المفروض تشاركنا في تكوين الشبكة، وهي التحديات اللي بتقابلنا لما بنفكر في تكوين الشبكة، وإيه هي الصعوبات اللي ممكن تواجهنا لما نكون شبكة وإزاي نتغلب عليها. ويمكن الشيء الجميل في اللقاء النهاردة إن إحنا قدرنا المحاضر قدر يجاوب على كل الأسئلة اللي إحنا طرحناها بخصوص بداية في التأسيس لعملية التشبيك. في إطار الصعوبات اللي كتواجه الشبكة،
اليوم احنا كان عندنا اليوم الثاني بالأكاديمية المدنية للحكامة والديمقراطية. اليوم كان الموضوع عن موضوع التشبيك وتكوين التكتلات، موضوع كتير مهم، وكان أهم شيء فيه انه هو كان استجابة للتوصيات والاقتراحات تبعت الدورة الأولى، فكان هو تمهيد أو نعمل أرضية لموضوع كيف بدنا نعمل تشبيك. يعني هذا إشي نظري نتعلم فيه آليات التشبيك، أنواع التشبيك، كل هاي الأمور، لحتى لما ندخل على موضوع كيف رح نعمل تشبيك بشكل عملي يكون عنا هالأطر التنظيرية والأشياء اللي ممكن نستفيد منها. طبعا تجربة التشبيك هي تجربة رائدة بالمغرب حسب اللي عرضه الدكتور، كان تجربة كتير تعلمنا منها، في مهارات كانت مهمة لنا نتعرف عليها لحتى نستفيد منها بمواقع عملنا وببلداننا، وأكيد في كتير كان تقاطعات ما بين هالتجربة وتجارب التشبيك نحكي بشكل عام بفلسطين. في عنا تجربة منيحة بفلسطين موضوع التشبيك، بس ممكن أنه في شغلات تختلف. التقينا كتير بموضوع نحكي الصعوبات والأشياء اللي بتخلينا تحد من موضوع التشبيك بشكل نحكي على مستوى قاري. هذا الإشي فتح باب النقاش لنحكي بمواضيع مختلفة وبتجارب مختلفة من الدول، وكل حدا يعني يعطي رأيه في كيف إحنا يعني نعدي هاي الصعوبات ونواجهها. الشعوب المصاعب وكيف لقت الحلول وكيف لقت كذا، لهذا هذا التلقح دائما في إطار أيام الأكاديمية المدنية للحكامة والديمقراطية. اليوم هناك محطة أساسية التي نعتبرها نحن في شبكة الفضاء الحر الجوهرية، وهي محطة مناقشة التشبيك وبناء التكتلات سواء على المستوى الوطني المغربي أو على الصعيد العربي، والاشتغال في المشترك في ما بيننا. كما لاحظتم وكما تتبعتم في الجلسة هناك نقاش، هناك طروحات مضادة في وسائل الإقناع، في آليات التشبيك، في تقنيات التشبيك، في الأهداف من التشبيك، لماذا نريد أن نخلق هذا التشبيك، ما هي أهدافه، ما هي وسائله، وما هي آلياته، وما هي العناصر المميزة له، وكيف يمكننا أن نجعل من التشبيك وسيلة للعمل المشترك والترافع من أجل التغيير. شكراً.